شوفوا دائما هي اللي تلبس مع نفسها وتضبط امورها بنفسها، تعجبني هالانسانه هالانسانه هذه مثابره تويتي اللي رفيق بس شلون؟ لو سمحتي اهم شيء انها لبستها هي لحالها لبستها بالحالة شاطره يلا بعد تبارك انها بيبي يلا مقلوب يا رفيف يلا يا رند ندر رند يلا ثلاث ركعات في المغرب قلنا صح؟ قلنا المغرب كام ركعة؟ شوي لا تستعجلين عشان ما يقطعون صلاتك شوي يلا وانا انا بنت سلفات بس ابو هنا انا تعجبين شاطرة حطوها على جنب اقول ماشي يا بنات تعالي بنات تعالي يا بنات نعلكم هنا ما يجوز تحطونها ورا يلا وخروها يلا اجلسوا كنكم من الجاليات اللي في الحرم يطوفون شوي كم راجع استاذ فهد ثلاثة ثلاثة بتطبع عادي يلا بنات اوه حط بكنة توكا يلا شاب يلا بنات يلا يلا بنات وش قلنا حنا وقت الصلاة؟ صلاة عدي 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 قبلة عدي القبلة لحظة تمارا خلاص خلي كمي كمي ما يصلح كذا ما يصلح كذا عندك شنب إذا خلصتوا بنات عندك شنب بنات بنات إذا خلصتوا ما حد يفك الجلال شوفوا اسمعوا وش أقول لكم إذا خلصتوا ما حد يفك الجلال لين أنا أجي أقول لكم فكوها خلوا السجدات هنا وخلوكم جالسين بلا جلة إيش؟ لازم نقرأ آية الكرسي طيب الله يعطيك العافية ونستغفر ايه صح بس انا قاعد استغفر لما خلصوا البنات زين زين تويت زينوها زينوها انا ميرا على الورد استغفر يلا بنات استاذ فهد سمي افك باكل سني هنا تفك البكل حقتك؟ لا ما يحتاج عادي يا قلبي بس خاف من يلا الحين احنا صلاة المغرب كم ركعة؟ ثلاثة يلا الله يتقبل ان شاء الله منه ومن الجميع واحد طول الوقت واقفين صلاة يلا انا شعري طالع والله خليت عندها نحية عندها نحية شعري ما في سماوات وما في حبا عند تركيب اللب ما يجي اوف من فين شعري شعري طالع يعني لحية يعني لحية ها؟ ماشي سلام لا والله ثلاث اول شيء صعد بعدين كذا سويت بعدين ركعت مرتين بعدين اوقفت بعدين نزلت كذا بعدين ركعت مره هذه ثلاثه لا لازم ثلاث ركعات تكفين
تكفين وطويل كذا وتنزلين معنا هذه واحدة، ما تعديها مرة ثانية نفس هذه تصير رؤوس ثانية، ما تعديها مرة ثانية نفس الشكل تصير ثلاثة، قصد لك كذا الصلاة، والأستاذة بعد قالت بلا كذا فراشة حرام تطنزين بالصلاة. ما أطنز بس تلخبطين بالصلاة. الله عليك. والله ما تلخبط. انت تلخبطين خلاص الله يحاسبك يوم القيامة، تشوفين شو يصير لك. بقول لك انت صليتي بس ركعتين، ترى امس بعد صليت ركعتين وانا سكتت لك، ما تكلمت. لا والله غلط عليك انت، ما يصير كذا. انا ماما امس على انك قالت لي صح. اي والله صح 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 صح. انت تبين عارفات يوم القيامة راح يحاسبك الله، راح يقول انت صليتي ركعتين انت وفراس وتشوفين. حتى امي امس قالت لي لا تقلدي وفراس انها هي صليت ركعتين. ايه بلاك لا والله ثلاثة. ليني تمارا شوف تمارا. والله الله حاسبك. شوفي حتى تالي انا وتالين صلينا ثلاث ركعات، انا وتالين نمشي مع بعض. حتى ترين هي بدرة تعرف أكثر منك، كنت بس ركعتين. لا والله ثلاث. حتى أنا. خلاص. مو صح ثلاث؟ لا صدقيني خلاص يوم القيامة راح تحاسبين، ما يدخل فيك. زينوني شعري. صليتي خلاص طيب. أنا بغير شعري ما أبغى تطلع لي الحين، وش هذا؟ شعر. هذا. ماك. شعر. مايك. الفرع حقي الأبيض. أرجوكم زينوني شعري، طلع اللحية. حمس شعر بطل. تخيل رجال طالع يا شعر. تمارا ايش هذه؟ تمارا فرات كم صليت؟ مو صح ركعتين؟ كذا واحدة ثمان واحدة ثمان واحدة. انت تشهدين معها صح؟ هي اللي صلت معها. انت لا لحظة تتحاسبون يوم القيامة. أما تالين وجود وميراث لحظة يا خولة، تورين الربيع والله ماشيين معي. لحظة يا خولة مو بيدك، مو يمكن احنا ما نتحاسب، يمكن انت اللي غلط عليك. لا مو تحب، مو بيدك الا احنا اللي نتحاسب. يمكن انتم الثلاثة انتم اللي تتحاسبوا. يمكن احنا بعد اذا جت اثاث نسأل نقول صح على فرات ولا صح على ونشوف، واذا كذبتي انت كذابة وصرنا البنات كلهم يزعلونك. كيف عادي؟ واذا انا خسرت البنات يزعلوني عادي، ماني يهمني، عندي بنات خلاص هناك. وانا ولا انا ما اعرف وانا بعد تقول لك تجونا لين ما اجيكم. كلنا اخوات. معها يا جماعه قلبها. ليه؟ لما يقول الا البص لا يجي عاد بس يضحك. خولة فسخت. كيف؟ لحظة حسينها شوف قاعد تشرب تورين قهوة وانا اخرب عليها. ولين بعدي؟ اكفي يا اخوتي. لا خلاص طول منك. هاي طالع من ورا طالع يا ميرال. والله انا عليك يعني في البيت صدق. شوية تولين ايش اسمك جود اخرى بشيلها استني عشان انا ماني بعد حقي. تلين شوي لاني احتاج والله احتاج ابغى ارتاح. اذا خلصت والله بشيل. لا لا تفهمين كلها نشلناها عشان يصير في مكان يا انت عشان ما ندعس عليك. مره انت والله غاب. لا لا والله بعدين بيدعسون على الطرح ما يجوز. يا مره انت خليني اوكي خليني وش فاهم.
هاي قومي يلا ما هي جوزي يلا بعدين ندعسون عليها على جنب صح ايه شيء هاي لا صفاق يا لا تصغونا خلاص ما في مشكلة نجم نجم صادم عفراتنا أنا حتى أنا قلت كذا خلاص أنا يلا انزل قدامي حتى انا ماني ابغى الحمام يلا حنا لا تلعن انت وشوف من اللي راح يتعاقب بيوم القيامه واساسا مو بيدك يمكن انت الغلط لا تقولي حنا الغلط يدتي يا دبه طلعت قلب الدبة هي مو دبة صدقية صدقية عنها دبة تكلم يعني إيش يعني بالنوتات الثانية ما كنت تبجعنا ما كنت تضربنا ما كنت تغلطنا علينا خلاص ست فهد أنا ما شفتها إلا لما أنت قلتي يلا شاطرة ذيك العافية يلا شلي الحين من الفضاء صح من الفضاء أنا الحين أنا مرة زعلان أنا مرة زعلان مرة زعلان أنا طلعت ثلاث ركعات أنا زعلان أنا زعلان أنتم تصلون المغرب ولا الفجر؟ صلاة المغرب قلنا ثلاث ركعات صح؟ هي صلاة ما ركعتين ما يصير يا بنات احنا مين صلاة صح انا ولا خولة؟ ما في اصبروا الحين كل واحدة يعني انا صليت ثلاث ركعات هي نص ركعتين صلت مين صلى ركعتين؟ هي ورند تفزع معها تقول صح عليها ورند ما تدري ايش وش الصلاة والله ثلاث ركعات بدون احد يحلف كذب لان حرام عليكم تحلفون بدون حلف ما ادري كم طيب انت كم صليت ركعتين؟ واللي ما تسدد معك كلهم شالوا مع فرات طيب احنا لازم نجيب واحد يعلمكم الصلاة شيخ يقدمها الحين نشوف مين اللي غلط انا ولا خوله ما في احد فيكم غلطان ان شاء الله لا ولا ما في احد فينا غلطان بس صدق مين الغلطان فينا اللي غلط الصلاه طيب احنا بنقول لكم اجلسوا بجلس انا معاك ها انت مو معي انت مع فرات الا انا ما راح ازعل على فرات جاي جنب انا ما راح ازعل على فرات ها كذا وتقول انا معك خلوكم في عين ما يقول الا لما انزل لما اقول كذا لازم تتعلمين الصلاة عندنا في البيت لازم تتعلمين الصلاة طيب بنات يلا تعالوا جلسوا ممكن يلا تعالوا جلسوا هنا الحين انتم ليش تهاوشون انا قلت لها انا ما كلمتها بهواش كلمتها بعدل فرجت ليش سليت كذا انفخت علي قلت لي ليش انت بعد ما شفت صلاتك عشان تتكلمين علي وقلت لها انت صليت ركعتين قلت لي لا بس ركعتين ايش صار بينكم؟ هي شيل الانزله شيل الانزله شيل الانزله كانك بنقريه يلا لا لا انا كنت صليت كذا اول شيء صليت كذا خربت الكلام واحده ما عادتها مرة نفس الشيء يعني صليت ركعتين تمام صدقين صليت كذا شيل 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 وهذا كمان تغلطون معها خل كمان كلهم يشيلون النار لحظة طيب عادي الغلط اللي يغلط يرجع يصحح غلطه صح؟ شفت لحظة صح؟ عالمين وش صح؟ اجلسي يا تمارا وراك على الكلام كذا احنا نصلي جيت انا اول شيء صليت كذا بعدين يعني جلس الآية بعدين سويت كذا بعدين صليت بعدين جلست كذا ركعتين سجدت يعني اي سجدت كذا بعدين قلت التشهد بعدين سجدت مرة ثانية وقعت طيب وبعدين صليت بعدين ركعت بعدين ركعت اخر مره كذا جاء سجد ايوه وبعدين قلت هذا وسلمت صح؟ صح طيب الحين ليش تتهاوشون؟ انا علمك شلون صليت؟ انا صليت سيفرة كذا ثم كذا ثم ركعت ثم مره ثانيه عدت مرتين ثم عدتها ثلاث مرات حلو بعدين؟ من الصح بعدين سويت كذا ثم استغفرت طيب انا اقول لكم شيء كلكم صح ما يصدع طريق غير شو طريق؟ هي صارت ركعتين لها ثلاث ركعات لا شفتكم انت صارت ثلاث ركعات وانت صارت ثلاث ركعات بس انت لحظه الحين بسالك سؤال يا خوله
انت تصلين تركزين في خلق في فرات تنظيف فرات وشلون؟ انا همي صلاتي بس، وعندي اجت تصلي ما تنظر نظف فرات.